احنا الاكسجين النشط زي ما اتفقنا هو عباره عن 3 ذرات اكسجين. الاكسجين النشط لما بيخش الجسم هو بينشط كل خلايا الجسم، اي خليه موجوده في الجسم هو بيقوم بتنشيطها، فبيزود كفاءه الخليه ويزود كفاءه العضو اللي موجود، وبالتالي بيزود الحيويه والنشاط للجسم كله بجانب الامراض اللي بيبدا يعالجها الاكسجين النشط. زي ما حضرتك تكرمتي وقلتي مثلا الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي من اكتر الحاجات اللي فيه مشاكل في الجهاز الهضمي عند ناس كتيره جدا، بدايه من الاسنان من الفم الى الشرج. طيب الاكسجين النشط مثلا حاجات زي القرح، مثلا قرحه المعده او قرحه المريء او التقرحات اللي بتيجي في القولون، معظم الامراض ديت ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كل خليه في جسمنا لها عمر افتراضي. مثلا كرات الدم الحمراء العمر الافتراضي ليها 120 يوم. اوكي. كرات مثلا الخلايا بتاعه المعده هي العمر الافتراضي ليها 3 ايام فقط. بعد 3 ايام لازم تجدد لان في حامض اكول موجود فيها. طيب لو حصل الخليه ما اتجددتش في 3 ايام يبدا يحصل الالتهاب والتقرح اللي موجود او قرحه المعده اللي موجوده. الاكسجين النشط يقدر استبدال الخليه اللي حصل فيها ده الى خليه فاتيه اخرى قبل ال 3 ايام دي، وبالتالي يستبدل الخليه اللي حصل فيها التقرح ويعمل حاجه اسمها هيلينج او التئام للقرحه اللي موجوده دي. نفس الحكايه كمان الناس اللي عندهم عسر هضم او الناس اللي عندهم تقرحات زي حاجه اسمها كرونز ديزيز، ده من ضمن الامراض المناعيه اللي بيصيب الجهاز الهضمي برضو اللي موجود. أوكي. فيعمل التهاب شديد جدا في القولون ومعاه يشيل الجزء المبطن للمعده او للقولون اللي موجود. الاكسجين النشط بيساعد على تجديد الخلايا مرة أخرى المبطنة للمعدة أو القولون بخلايا تانية فاتية، وبالتالي يبدأ يروح موضوع التقرح اللي موجود لقرحة المعدة أو قرحة المريء أو الالتهابات القولون. يحسن من التمثيل الغذائي، فالناس اللي عندهم إمساك مزمن يبدأ يروح، الناس اللي عندهم إسهال نتيجة إن لهم أنواع البكتيريا. ده في ناس عايشة بالانتفاخ طبعا وعايشة بمشاكل اللي هو الإمساك وعايشة زي ما بنقول تقرحات وعلى طول في تعب في المعدة، الناس عايشة كده وهي متأقلمة لان في دكاتره بيقولوا لا انت هو ده جسمك او هو ده القولون بتاعك. فالموضوع بيتحل خالص مع كام جلسه بيتحسن جدا. هو طبعا بياخد بكذا طريقه. احنا ازاي بندي الاكسجين النشط؟ الاكسجين النشط بيتاخد بطرق كتيره قوي. أوكي. ابسطها ان الاكسجين النشط ممكن ناخده بانبوبه بندخلها للقولون من الشرج ونحقن فيها الاكسجين النشط، بيبدا يخش على الخملات ومنها للدوره البابيه وللكبد ويروح للدم كله. لما يروح للدم يعني هيروح لجميع اجزاء الجسم، ينشط اي خليه او اي عضو في الجسم كله. بما فيها بقى ان الالتهاب اللي موجود الاكسجين النشط هو مضاد لكل انواع الالتهابات، فهو بيقتل كل انواع البكتيريا والطفيليات والفطريات والفيروسات. فلو في عندي التهاب بكتيري او فيروسي او طفيلي بيقضي عليه، يبقى انا ضيعت الالتهاب اللي موجود. تاني حاجه ان انا نشطت الخلايا اللي موجوده في المنطقه اللي فيها الالتهاب، وبالتالي هخلي الخلايا دي يحصل التئام ليها تاني وتبدا تتغطى او يحصل التئام، يعمل زي ما بنقول كده بينقي الجهاز الهضمي. بالظبط، بيشيل اي مشاكل فيه، فبالتالي الواحد يحس براحه واي مشكله عنده بتنتهي. بالظبط، الغازات اللي موجوده خلينا بقى ايه زي